السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي بالشكل دوت. يعني تخيل مثلا ان انت عندك منظر بالشكل دوت اهو، وعايز تضيف فيه اي حاجة. خلي بالك ده مش 2D، ده 3D. فبقول له ضيف لي مثلا حاجة معينة، فيبدأ يضيفها لك وتضاف 3D، بحيث وانت بتلف بالكاميرا تشوفها من جميع النواحي. يعني لو عندك اي فيديو او اي حاجة 3D بالشكل دوت، تبدأ تكتب له 3D، فيبدأ ان هو يضيف لك اللي انت عايزه. ممكن يضيف لك ترابيزة، ممكن يضيف لك شخص. تمام، تعمل سيلكت بس من على الحاجة اللي انت عايزها فيضيفها لك، وتشوفها 3D وتقدر تلف حواليها زي ما انت عايز. يعني ده هيبقى بعد كده موجود في 3D ماكس مثلا، والمايه والبلندر والحاجات ديت. ان اي حاجه عايز تضيفها بدل ما تدور عليها على النت، لا اكتبها ضيف لك الفراشه بش 2D 3D، تقدر تشوفها من جميع الاتجاهات. وطبعا الملف البي دي اف موجود، والبحث العلمي موجود، بحيث لو حد حابب ان هو يطلع عليه. منظر مثلا بالشكل دوت، اعمل سيلكت وقول له انا عايز اضيف كوباية على الترابيزة، فاضاف لك كوباية، وتقدر تشوف الكوباية 3D. تمام، الصفحة دي طبعا هتلاقي فيها كل المعلومات، وفي ناس مشاركة فيهم، في واحد محمد اعتقد من الهند. طيب ده الورقة اهيت، وملف البي دي اف معمول اونلاين، معمول اوبن سورس، بحيث لو حد حابب ان هو يعمل التجربة دي عنده ويستفاد منها، موجود كل الداتا اللي ممكن تحتاجها. الكوباية موجودة 3D من جميع الاتجاهات.